مرحبا حبايبي الحلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله مبسوطين معاكم. معلمي نسرين حسين، معلمة روضة قوس قزح من عرابة. التقينا بحلقات سابقة، حكينا عن مسيرة ورحلة الحجاج الى دولة السعودية العربية، وعن استعدادات الحجاج لما بدهن يسافروا ولما بيصلوا لدولة السعودية، وحكينا عن مناسك الحج الأساسية. تعالوا نراجعها سوا. حكينا عن الطواف حول الكعبة وإنه هو المنسك الأول من مناسك الحج، وحكينا عن السعي بين الصفا والمروة وأهمية السعي بين الصفا والمروة، وإنه تيمنا من قصة ستنا هاجر، وأهمية إنه نتحمل وإنه نأخذ القيم الإيجابية اللي تحلت فيها ستنا هاجر. وحكينا عن أهم منسك في الحج واللي هو الوقوف على جبل عرفة، فالحج عرفة وبدونه لا يصلح الحج. وهون شايفين بالصورة الحجاج وهن عم بيستدعوا، كثير بيستدعوا وكثير بيلبوا، بيقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في اليوم التاسع من ذي الحجة وقفة عرفة كثير مهمة، مش بس للحجاج، هي مهمة لإلنا. بتعرفوا ليش حبايبي؟ حبايبي الحلوين، بتعرفوا ليش وقفة عرفات هو يوم كثير مهم وحدث هو كثير عظيم؟ مش بس بالنسبة للحجاج، هو كمان حدث كثير مهم بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، لأنه في يوم مميز والمسلمين بيبقوا بانتظاره. لهذا اليوم هو وقفة العيد، عيد الأضحى. بهذا اليوم عيد الأضحى بيجي باليوم العاشر من ذي الحجة، وإحنا قبل بعدة أيام منبلش نحضر لهذا العيد، وأكيد أنتوا حبايبي بلشتوا تعيشوا الأجواء اللي بترافق هذا العيد. فاليوم إحنا اليوم رح نتعلم عن عيد الأضحى المبارك، وتحديداً عن الاستعدادات لعيد الأضحى. طبعاً إحنا حكينا إنه إحنا منبلش نستعد لعيد الأضحى بالعشر الأيام الأولى من ذي الحجة، لأنه بيجي في اليوم العاشر، وبكون في عنا استعدادات كثيرة. وهذا العيد حب أحكي لكم عنه، إنه حبايبي الحلوين إحنا المسلمين في عنا عيدين، اللي هن عيد الفطر اللي بيجي بعد شهر رمضان المبارك، وعنا عيد الأضحى اللي هو العيد الكبير عند المسلمين اللي بيجي بعشرة ذي الحجة. وطبعا إحنا منكون نحضر حالنا قبل بعشر أيام لهي العيد، لأنه هذول العشر أيام من شهر ذي الحجة هن أيام كثير مقدسات، الناس بتبلش تصلي فيهن كثير، تقرأ قرآن كثير، تستدعي كثير، وفي ناس كثير بتصوم العشر أيام، وفي معظم الناس بصوموا آخر يوم اليوم التاسع من ذي الحجة، اللي لما بيكون الحجاج واقفين على جبل عرفات. معظم الناس بتصوم هذا اليوم لأنه بيمسح الذنوب لسنة قبل وسنة بعد، وفي كثير ناس بيعزموا بعضهم زي ما بيعزموا بعضهم برمضان، وبتكون في لمات كثير حلوة ليلة العيد. طبعا في كثير تحضيرات لعيد الأضحى زي ما في كثير تحضيرات لعيد الفطر، تعالوا نشوفها سوا. في عنا من ضمن التحضيرات اللي منأديها لاستقبال عيد الأضحى هو تنظيف البيت، وانتو يا أطفال يا حلوين أكيد بتشاركوا بتنظيفات العيد مع إمكو مع أبوكو زي ما شاركتوا بتنظيفات العيد لعيد الفطر. مثل ما هون شايفين بالصورة في أطفال من العائلة عم بيشاركوا بترتيب البيت وتنظيفها وتزيين البيت. مش بس البيت إحنا مننظف زي ما ذكرنا في عيد الفطر، إنه كمان الساحات ومداخل البيوت منزينها ومنرتبها عشان تكون حلوة ونظيفة استقبالا للعيد.
طبعا في برضو استعدادات زي ما عيد الفطر بنشتري اواعي كثير حلوه، برضو هون بنشتري ملابس واحذيه. طبعا الملابس تبعت البنات بتختلف شوي عن ملابس الاولاد، البنات بيلبسوا الفستان والتنوره، وطبعا ما ننساش انه نشتري جزدان لحتى نحط العيديه اللي بيعطونا اياها قريبنا. في كمان في كثير ناس بتقص شعرها قبل العيد، الأولاد عادة بقصوا شعرهن، البنات في قسم بقص شعره، في ناس بقص صورته، وفي مجموعة بترتب شعرها بتملسه بتعمل له فين. وفي طبعا تحضير ضيافة العيد اللي هي إشي كثير مهم علشان نستقبل العيد. في منشوف مرات امياتنا او جداتنا ببلشوا يعملوا كعك العيد، او في ناس بتعملوش بس بتشتري طبعا شوكولاتة العيد والمجففات والاشياء اللي تابعة للعيد. وفي عنا تحضير مميز ومهم متعلق بعيد الأضحى اللي إحنا منقومش فيه بعيد الفطر، اللي هو تقديم الأضحية. علشان هيك في كتير ناس بروحوا بدوروا علشان يحضروا الأضحية للعيد، وهي عبارة عن الأنعام. الأنعام إيش يعني؟ يعني الخروف أو البقرة أو الجمل أو الماعز اللي الناس بتقدمها كأضحية ليوم عيد الأضحى، لأنه بعلمنا قديش إحنا منضحي وتلبية لطلب ربنا. طبعا بناء على الصورة الكريمة اللي هي سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طبعا بعد ما نحضر كل هاي التحضيرات اللي حكيناها، في ليلة العيد في كثير بلاد بيقدوا مسيرات للعيد زي ما احنا شايفين، وبهاي الليلة بنسمع برضو تكبيرات العيد ومنشوف قديش في فرحة عند الناس بهاي الفترة. وهيك بنصل اليوم حبايبنا لنهاية الحلقة. اليوم تعلمنا عن عيد الأضحى المبارك، تحديدا عن الاستعدادات لعيد الأضحى. مننهي الحلقة بهذا الفيديو. إلى اللقاء، ورح نشاهد سوا هذا الفيديو. أهلا بالعيد.